خلال من المستقلين خلال الساعات الماضية في تواصل مع مجلس النواب يعطونا الأحداثيات أول بأول. هسه لحد الآن هم 183 والنصاب صعب الانعقاد للوصول إلى الثلثين الذي نصت عليه قرار المحكمة الاتحادية. والثبات الوطني قدم ورقته إلى رئيس مجلس النواب بأن عدد 126 نائب ثبات وطني فقط، يعني من غير المستقلين الذي قاطعوا الجلسات والذي تضامنوا، يعني غير النواب الذي تضامنوا مع الثبات والإطار الوطني. قبل قليل يعني أطرت محاذير وجهتها رئاسة البرلمان من خروقات قانونية قد تحصل، يعني في أين يعني احنا أنا نبهت فقط بأن من الناحية القانونية المادة 24 واضحة بالنظام الداخلي بأن عندما يتم تأجيل الجلسة إلى نصف ساعة والدعوة إلى جلسة أخرى، بعد الجلسة الأخرى إذا ما حصل نصاب يتم تأجيل هذه الجلسة ولا يحق أن يتم تأجيل لمرة ثالثة ورابعة، هذه مخالفة قانونية. لذلك نبهت رئاسة مجلس النواب بأن أي تأجيل ثالث لجلسة مجلس النواب يعتبر خلق القانوني وتعتبر هذه الجلسة غير شرعية. شكرا جزيلا.